رفع درجة الاستعداد القصوى في بعض المحافظات خوفا من العاصفة دانييلا بعد إعلان اتجاهها إلى مصر بعد تخطيها ليبيا. مخاوف وقلق وذعر على وسائل التواصل الاجتماعي من العاصفة دانييلا بعدما تسببت فيه من كوارث في ليبيا. ولتوضيح الأمر خرج خبراء الأرصاد الجوية في مصر لطمأنة المواطنين. ماذا قال خبراء الأرصاد وكيف تواجه مصر العاصفة؟ وماذا عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟ هذا ما سنوضحه الآن من خلال هذه التغطية الجوية مع بيان بدرجات الحرارة. ونبدأ بالموضوع الذي يشغل بال الكثير من المواطنين في مصر حالياً، وهو توابع العاصفة دانييلا بعد وصولها مصر. فإن مصر تقع اليوم تحت تأثير العاصفة دانييلا التي سبق وضربت ليبيا، إلى أن العاصفة فقدت الكثير من قوتها بمجرد دخول المنخفض الجوي الأراضي المصرية. وعلى الرغم من ذلك بدأ تأثيرها يظهر على الجزء الشمالي من الجمهورية وحتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد. ويظهر تأثير العاصفة دانييلا من خلال تكوين السحب المنخفضة والمتوسطة التي تؤدي إلى تساقط الأمطار الخفيفة على أغلب السواحل الشمالية، تصل إلى متوسطة في بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية. تمتد هذه الأمطار جنوبا لتؤثر على المحافظات جنوب الوجه البحري وامتدادا لمحافظات القاهرة الكبرى. وتنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وذلك وفقا لما أوضحه الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات تلفزيونية، والتي أشارت إلى أن الساعات القادمة تشير إلى تحرك هذا المنخفض الجوي اتجاه الشرق. ومن المتوقع أن تتأثر السواحل الشمالية الشرقية في بورسعيد وشمال سيناء ووسط سيناء ومدن القناة بالعاصفة دانييلا غدا، إذ تشهد أمطارا من خفيفة لمتوسطة أحيانا. ولمواجهة العاصفة دانييلا أو ما تبقى منها بمعنى أدق، فقد وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إثر تعرض البلاد للعاصفة دانييلا وما يصاحبها من عاصفة ترابية ورياح وأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، وذلك حرصا من قطاع الكهرباء على تأمين المهامات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة. ويبقى هنا السؤال الأبرز، متى ستنتهي حالة الطوارئ وتتحسن حالة الطقس؟ فقد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من غد الأربعاء لن يكون هناك إثارة للرمال والأتربة، وذلك لتغيير مصادر الكتل الهوائية. كما تشهد أيضا البلاد استقرار تام في الأحوال الجوية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بداية من الخميس المقبل، إذ ينتهي تأثير العاصفة دانييلا على أنحاء البلاد. وكما توقع أيضا خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء متأثرة بعض الشيء بالمنخفض الناتج من العاصفة دانييلا على البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأكدوا أن الفترة الزمنية المقدرة للمنخفض الجوي الناتج عن العاصفة دانييلا ينتهي اليوم الأربعاء، لتكون الأجواء يوم الخميس صافية تماما دون شوائب للأتربة أو نشاط للرياح المثار. أيضا مشاهدين، توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. هيئة الأرصاد الجوية أيضا كشفت عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ تتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع أجواء خريفية رائعة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى متأثرة ببقايا العاصفة دانييلا.
وكشف خبراء الأرصاد أنه يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وعن احتمالية سقوط أمطار اليوم، فقد كشفت الأرصاد عن أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة أيضا. وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. أما عن البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. والآن مشاهدينا هنستعرض مع حضراتكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات الجمهورية. القاهرة 33-24، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 34-26، السويس 34-25، العريش 32-25، طابة 36-25، شرم الشيخ 37-30، الإسكندرية 30-24، العلمين الجديدة 30-24، مطروح 28-23، شلاتين 36-29، حلايب 34-28، المنيا 35-23، أسيوط 35-24، سوهاج 36-25، قنا 37-26، الأقصر 37-27، وأخيرا أسوان 38-29. مشاهدينا، انتهت هذه التغطية الجوية، ونسأل الله أن يجنب مصر أخطار الكوارث الطبيعية. دمتم في سلام وإلى اللقاء.